مهمة جدا، فتح السوق البرازيلية للحوامض المغربية. هذا يعني واحد عمل اللي به سنين ديال التفاوضات، واللي المصالح المختصة خصوصا من الجهة تاع المملكة المغربية، المصالح ديالنا ديال لونسا والمصالح البرازيلية عملات يعني طوال هاد المرحلة ديال المفاوضات، لأن كانت مفاوضات ومساطر اللي عملت عليها الجانبين عملوا عليها، فوصلنا لهاد النتيجة وهاد المناسبة ومتاع المعرض باش تعلم عليها. بغيت أولا نشكر بشكل جزيل المصالح ديال لونسا اللي تكلفت هذا الشيء، السيد المدير العام ديال لونسا اللي كان واقف على هذا الموضوع، والمصالح كذلك نتاع المزمرات ديالهم في البرازيل. بغيت نشكر الحكومة البرازيلية، وبغيت نقول بأنه هذا السوق الثاني هذه السنة، هذا السوق السنة الماضية فتحنا السوق الجابوني للحوامض المغربية، وهذا السوق الثاني اللي كنفتحوا هذه السنة هذه. آثار جد مهمة بالنسبة لسلسلة ديال الحوامض، واللي غادي تخلي يعني هذه المبادرات مع هذا يعني البلد اللي عندنا معه علاقات متميزة باش تطور يعني شراكات يعني على السلسلة، ماشي على السلسلة ولكن على كذلك كل ما يتعلق يعني بالتنمية الفلاحية، لأن ربط العلاقات بين المهنيين المغاربة والمصنعين البرازيليين عبر هذا التصدير غادي يكون جد مهم. فبشرى لي الفلاحين والمصدرين نتاع بلادنا. الآن غادي نمروا للحفل ديال التوقيع على برنامج العمل بين المدير العام للمكتب الوطني للتنمية والمنتجات الغذائية، وكذلك الكاتب المساعد المكلف بالتجارة وكذلك العلاقات الدولية بالبرازيل، بحضور السيد وزير الفلاحة والسيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذلك معالي السيد سفير دولة البرازيل في المملكة المغربية. حدث جد مهم هو فتح السوق البرازيلية للحوامض المغربية، واللي يعني كان هو واحد المسلسل ديال التفاوض جد مهم عدة سنوات، واللي كان فيه تحاليل يعني تقنية وخصوصا فيما يخص يعني محاربة الأمراض وتحكم يعني في الكنترول ديال هاد الآفات والأمراض. فاليوم يعني واحد الحدث اللي غادي يخلي السلسلة ديال الحوامض تلقى واحد الانتعاش جديد، وخصوصا مع تنوع يعني هاد ديال الأسواق. السوق السنة الماضية فتحنا السوق جابونيا، واليوم السوق يعني البرازيلية اللي غادي تعطي لنا واحد الدينامية جديدة فيما يخص التبادل مع يعني الدولة ديال البرازيل اللي عندها مع علاقات جيدة، و يعني في مجالات كمجال البحث ومجال التكنولوجيا والصناعات، الصناعات الغذائية كذلك. ف يعني ابتداء من ان شاء الله السنة المقبلة غادي يبدأ هذا التبادل، واللي غادي يعود يعني بواحد النفع كبير على السلسلة وعلى يعني الدخل ديال الفلاحين المغاربة، وعلى شراكات جديدة مع يعني النظراء ديالهم في يعني في البرازيل. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici, c'est une journée un jour très heureux pour nous.
ça marque l'ouverture du marché brésilien pour les agro-marocains. Et ça serait un jour de gagne-gagne, comme je dis, pour les importateurs, pour les producteurs marocains, mais aussi pour les consommateurs brésiliens. Et c'est encore un autre pas dans la direction d'une amitié toujours très forte et toujours très profonde qui unit le Brésil et le Maroc. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.